تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه
ثم الجحيم صلوا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.